هكذا إذا مشاهدين الكرام تواصلنا مستمر، تابعنا الشوط الماضي شوط بابل عبد الواحد بالخزاع بالعثة العامري 4:26 انتقلنا إلى الشوط الأول أيضا للإبكار الإضافيات، شوطا أيضا يحمل المنافسة أو الإثارة والتحدي. الشوط 21 بمجموع هذه الأشواط نسير إلى المقدمة وإلى الشاهينية محمد بن علي العيساي، بينما ننتقل مع المركز الثاني. المركز الثاني تتقدم هنالك القادمة بهذه اللحظات حاملة هذا الرقم هنا بشعار أحمد بن علي بن عيسى الاكتبي، ذعناها من خلال الشعار الشاهينية. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وتابع الوصول أيضا من شعار عبد الواحد بالخزع العامري يقدم شواهين، بينما المركز الرابع هنالك وتابع مع رابع الأسماء اللي هي القادمة هنا الشاهينية بشعار سهيل بن طاهي الراشدي، والمركز الخامس خامس التحديات وتابع هنالك أيضا الشاهينية عبد الله بن ناصر الشريفي، هذا الاسم القادم بهذه اللحظات. بينما الخمس المراكز الأولى، المركز السادس هذه الشاهينية سلطان بن يروان الشامسي، هذا الاسم القادم بهذه اللحظات، وسلطان بن يروان النيادي مع المركز السادس. هذه النتيجة، ندانا الأول للعشرة لستة المراكز الأولى. نتابع شعارات الخلف الكادر الإعلامي ونعود إلى البداية. هو العيساي 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 مع الشاهينية محمد بن علي العيساي، من يقدم لنا هذه أيضا هذا الاسم هنا مع هذا الانطلاق والقيادة الأولى ما شاء الله. وأيضا شعار بابل، شعار بابل يتواجد مع شواهين، شواهين بشعار عبد الواحد بالخزاع بالعثة العامري. أتابع الاسم وأتابع بن طاهي، غادم بن طاهي يقدم لنا الشاهينية، أيضا سهيل بن طاهي الراشدي قادم مع الشاهينية في المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر شعار بن عيسى الاكتبي، هنا الكيلو الأخير الكيلو الخطير، وصلت الأسماء وصلت الشعارات، شوف اللي وصلت، أوصلت هنا شواهين القادمة، شواهين بهذه اللحظات. بنحاول نشوف هذا الاسم، بنحاول نتعرف عليها القادمة هنا بالرقم ثلاثة، وشوف الأسماء والعيسائي، العيسائي مع الصدارة الشاهينية محمد بن علي العيسائي، محمد بن علي العيسائي ما شاء الله. هنا من يقدم لنا هذا التحدي، المركز الثاني شواهين عبد الواحد بالخزاع العامري، المركز الثالث هذه القادمة. بنحاول نتعرف على هذا الاسم، لم يدون معنا بهذا السجل، هنا القادم بهذه اللحظات. هذا الشعار شعار بن سبعين، هذا الاسم هنا القادم بدأت بالتغيير على الصدارة، بالتغيير على المقدمة هنا مع مقدمة الشوط، مع مقدمة هذا المسار بدأت تغير هنا شواهين بنسميها، ولكن بسم الله ما شاء الله العيسائي 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 مع الشاهينية، أول اشتراك في حياتها، البكرة صعبة، أول اشتراك، سلام يا أبو علي سلام. محمد بن علي العيسائي من قدم الشاهينية بهذه النهاية. المركز الثاني لم تدون، المركز الثالث وصلتنا أيضا الشاهينية عبد الله بن ناصر الشريفي، المركز الرابع
شعار ايضا مطر بن راشد العامري مع ايضا رابع الاسماء. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذه النهايه وتابعنا هذا الصراع مع الشاهينيه بالفعل 4 دقائق 35 ثانيه و90 جزء من الثانيه سجلت معنا الشاهينيه لمحمد بن علي العيسائي. مشكور يا العيسائي على هذا العرض التي قدمتها الشاهينيه هنا مع هذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع.